بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. معي ان شاء الله اليوم وصفة المعروك بطريقة سهلة وبسيطة لرمضان، ان شاء الله بتعجبكم. عندي هون المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم، كاسة من الحليب الفاتر، هي اول واحدة بدي احط كاسين انا. هاي الكاسة الثانية، بسم الله، بدي احط معلقتين طعام من السكر. بسم الله، هاي الثانية معلقتين. بتحط عندي هون حوالي معلقة صغيرة من الفانيلا او باكيت من الفانيلا، ممكن تحطوا سائلة كمان. هون بدي احط عندي باكيتين من الخميرة او معلقتين طعام من الخميرة. هاي شايفين، بسم الله الرحمن الرحيم، احط من البيكنج باودر معلقة صغيرة خميرة الحلويات. شايفين كيف تعطي تفاعل لما نحط خميرة الحلويات، تعطينا تفاعل بسرعة على السريع. يعني انا بدي بس احركهم شوي مع بعض، هاي، واسيبهم بس شي 5 دقايق يعني مش اكتر تتفاعل الخميرة. طبعا هي الخميرة تفاعلت على السريع، بسم الله، تسيبهم بس شي 5 دقايق وبنرجع لهم. شايفين هاي تفاعلت عندي، سبتها بس شي 5 دقايق الخميرة. هلا بدي انزل عندي نفس الكاسة اللي عيرنا بيها، نزل هاي اول كاسة من الطحين، ثانية بسم الله، هاي ثالث كاسة، هاي بدي احط كمان بس نص كاسة ونبلش نعجن على اساس نشوف العجينة. هاي 3 كاسات ونص، بسم الله، بدي اعجن هون وبنزل طبعا بقية الكاس اللي عندنا شوي شوي. هاي نزلت الكاس الرابعة، بسم الله، طبعا العجينة بدنا اياها شوي تكون طرية ملمسها ناعم. هلا بدي احضر الكاس الخامسة ونزل فيها شوي شوي، طبعا ما يعادل انا عندي هون كيلو طحين. اخذت نص الكاس الخامسة، هاي حسب طبعا نوع الطحين. انا الكاسين اللي عندي حوالي 600 ملي من الحليب اللي حطيته، هاي شايفين يعني اخذت 4 كاسات وشوية من الخامسة. طبعا انتو بتعملوا تحطوا المي، ممكن تحطوش حليب، تحطوا مي انتو، بتحطوا حليب بودر بدل الحليب السائل، هذا بيرجع لإيكو حسب الامكانيات يعني متوفر بالبيت. بسم الله، طبعا هلا العجين شايفين كيف عملت طريه، بدي احط بس معها معلقه من الزبده، هاي شايفين لمت واتم اعجن فيها. طبعا هلا انا بدي ارش بس رشه ملح، يعني بالعاده حطيتها بالاخير لتتفاعل مع العجينه، شايفين رشه ملح اخر شيء حطيتها، وبدي احط هلا عندي معلقه من الزبده. بسم الله، هون طبعا بسم الله بفتح العجين من النص، وعندي معلقه طعام من الزبده وبدي اعجنهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، بدكم تعجنهم بالعجانه، طبعا هاي بيرجع لكم. هاي اول شيء العجينه بترخي عندنا لما نحط الزبده فيها، هاي شايفين بتبلش بترخي عندنا بعدين ترجع. هذه اهم خطوه نحطها، معلقه الزبده دائما لما نشتغل بالعجين. بسم الله، شايفين العجينة كيف صارت عندي طرية. طبعا بتم اكرر حوالي 10 دقايق، هاي بتفتح عندنا بتفرد يعني ما بتفهمها، هذا السر. بنضل نعجن فيها لما ترجع تتماسك عندي وتلم العجينة، اقل شيء 10 دقايق او ممكن بالعجانة. شايفين هاي العجينة ضليت مثل ما قلت شيء 10 دقايق الم فيها لما رجعت لقوامها الطبيعي. هاي شايفين هيك بتكون عندنا العجينة ملمسها مثل ما قلت، بتفتح عنا وبترجع بتلم. بنغطيها هلا بنريحها اقل شي نص ساعة، هاي بنرجع لها بعد نص ساعة بنحطها بمكان دافي وبنشوفها. هيا هون شايفين ست العجينة عندي ترتاح وتخمر مثل ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم، اطلعها بسم الله ما شاء الله، شايفين شو مرتاحة العجينة. هلا بدي احاول هلا اقطعها، بسم الله، طبعا الحجم اللي بدكم اياه للقطع، انا هي بدي اقطعها قطع هيك حجم مثل الطابله الصغيره، لانه طبعا حنسيبها وحترتاح. بسم الله،
يعني فردتها بالطحين، طبعا هي مش مستاهله، بس كمان يعني بتقطع معنا ما بتلزق العجينه. هاي خيطني بعد ما قطعته كلهم. عنده هون تمر، انا عجنته مع معلقه زبده ومعلقه قرفه وشويه زيت زيتون، طبعا انتو اختيار تحطوا زيت زيتون، السمنه اللي بدكم اياه، وشويه قرفه، ما حطيت سمسم، انا بدي احط سمسم على الوش. وقطعتهم هيك، ممكن حسب العجينه اللي بدنا نحشيها. وبدنا نبلش نشكل فيهم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. هاي نبدهم بشويه طحينه. طبعا انا بدي احط في قلبها التمر ونلفها بلف اسطواني. شايفين العجينه يعني بتمد معنا بكل سهوله. هلا هون بدي احط التمر، لان بدي احاول افرده اكثر على قد العجينه اللي عندي. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نسكر الاطراف، لأنه هنسيبها ترتاح كمان وتخمر. هاي أول واحدة، بتمدوها قد ما بتكون العجينة. هاي شايفين؟ وبنسكرها. هاي أول واحدة، نعمل تاني واحدة، طبعا نرش شوية طحين. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي أنا بدي أعمل يعني كم من تشكيل، هاي اختياري، او بتعملها بالطريقه التقليديه. بسم الله، اجيب التمر احشيها في قلبه. بسم الله. هاي طبعا هاي حشكلها تشكيله ثانيه، نعمل كمان واحده مثلها عشان نشكلهم مع بعض. نفس الشيء نمدها، شايفين العجينة كتير سهلة وبتمد معنا بكل سهولة. هاي بسم الله. هلا بدي اعملهم مع بعض تنتين يعطوني شكل واحد. هاي شايفين اثنين هدول، بدي امد الف 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 احطهم مع بعض. هاي انا هاي بدي انا هاي تشكيلة ثانية نحطها عجها، وكمان تشكيله. طبعا انتو اختيار الشكل اللي بدكم اياه بتعملوه. بسم الله. هي كمان واحده، اهم شيء بنمد كمان التمر او نخلصهم كلهم بالشكل. شوفوا كيف هي كمان بدي اشكلها. شايفين؟ هاي بدي افردها قد ما بقدر على اساس انا بدي اشكلها بس هيك شكل، لانها حترتاح وتخمر عندي. طبعا هاي اخر تشكيلة عندي، بدي اجيب عندي التمر هيك واسكر عليها منيح. هاي شايفين؟ وافردها بس باليد، وبدي اقص الاطراف يعني الطريقة التقليدية. هاي قص الاطراف. بسم الله الرحمن الرحيم. بتحبوا تخلوها هيك، بتخلوها، بتحبوا تسكروا هيك الاطراف مثل الورده. هاي بيرجع لكم. هاي تشكيله. هاي شايفين التشكيله اللي عملتهم؟ بدي اريحهم قال شي نص ساعه وبنرجع لهم. هاي انا ريحتهم حوالي شي نص ساعه، وجبت عندهم معلقتين كبار من الحليب السائل، حطيت معهم معلقه صغيره من السكر. ممكن تحطوا مي مع حليب بودر، هذا بيرجع لكم، او مي معشير او شربات. هاي شايفين بدي ادهن، وحميت الفرن انا على 180 درجه، وبنحط له بياخذوا من 15 لـ20 دقيقه وهم مرتاحين. وبدي ارش هلا بسم الله الرحمن الرحيم الوش هون بالسمسم، ممكن تحطوا حبه البركه، الازحه، كله هاي اختيار بيرجع لكم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. هاي انتم شايفين بدي ارش السمسم. بنحطهم وبنشوفهم لما يطلعوا من الفرن. شايفين هيتني طلعتهم من الفرن، اخذوا معي بالضبط شي 15، انا بياخذوا من 15 لـ17 دقيقة على فرن محمى
من تحت ومن فوق، لسه ساخنين سيبون شوي يبردوا. هاي شايفين كيف شكلهم بشهي. طبعا هاي المعروق بشكله النهائي، ما اقولكم ريحته بتشهي. هاي التمر شايفين كيف، يعني كتير طريقته سهلة مثل القطن مثل الاسفنج. وان شاء الله بتعجبكم هالطريقة. وبنلاقيكم بفيديو تاني وبأمان الله.